البنت اللي بتطلب ايد الراجل، يعني البنت يعني معروف ان الراجل هو اللي يروح يطلب البنت للجواز، لكن بالظبط. لو حصل العكس بقى تفتكر المشهد بيبقى ايه؟ يعني في بنات بتطلب فعلا ايد الولاد للجواز؟ هو المشهد التقليدي اللي احنا متعودين عليه ان مثلا يبقى في فرح في المكان، ان الفرح يبقى بالنص ما بين الراجل والست، ساعات بيبقى لا الطلب، لا انا بتكلم على الحاجات التقليديه اللي بتحصل في مراحل الجواز بشكل عام، ان لازم يكون في شبكه، يعني ما ينفعش مثلا البنت تجيب شبكه للراجل. يعني عمرنا ما سمعنا عنها. في الهند بقى ده بيحصل، في الهند بقى هم وفي ايه عندهم بقى في عند الهند الفيلة بيوزنوا هناك الراجل مالناش دعوة. وزنه، وزن البنت قصدي، بيوزنوا وزن البنت وبيتقلوها بالذهب، يعني لو انا وزن البنت 60 كيلو يوزنوها هي 60 كيلو، يقوموا مدين الراجل ال 60 كيلو ذهب. يدوا للراجل 60 كيلو ذهب. يعني الراجل بقى تلاقيه بقى على طول ايه، رايح ناحية الاوزان التقيلة عشان ده كل بجد ما والله، ده هيزيد موضوع كل ما داخلي. هيبقى فيه لا ذهب. بس في مصر مفيش الكلام ده مفيش طبعا، الكلام ده، بقول لك طقوس الهند. احنا في مصر واحنا يعني بنجري ورا ان احنا نلغي القصه بتاعت الشبكه دي اصلا، يبقى يعني يا دوبك ان دبلتين ومحبس وعيار وتمام 14 دات و9 وايه نزلت. اتعشت، يعني تبقى الدنيا 100 100، لكن نجري ورا الشبكه الكبيره دي احنا مش عايزينها. بس حتى لو في شبكه صغيره ما ينفعش ان البنت هي هي اللي اللي تجيبها تجيبها للولد. للولد. ما ينفعش ان البنت تجيب ولي امرها باباها او مامتها تخيل وتروح داخله على الولد. يا نهار اسود، والله يا طنط انا اخد طالبه بابايا ايد واروح ابنك، اتقدم لحد انا طالبه ايد برستيجي ابنك، هيضيع خالص. هتبقى صعبه جدا. يعني دي بقى عمال هل احنا اتخيلها نقبلها كده. كمجتمع شرقي ولا لا؟ هو ده اللي بص احنا هقول عايزين لك على نعرفه. حاجه، في ساعات بنات بتطلب الجواز في تو كيسز، يعني في حالتين، لو هما مثلا اتنين مرتبطين ببعض اصلا وفي ماشي قصه حب والولد يعني عارف خطوته بطيئه اوكي. فهي بتحفزه، بتستخدم اسلوبين. الاسلوب الاول اللي هو ايه، بابي جايب لي عريس ومش عارفه اقول ده له ايه، الاسلوب الاهم. اللي هو اللي هو لو هم يعني لو في ولد بقى يعني ناصح، طب بجد شوفيه والله الراجل كويس لو اسالك عليه، عارف نوع التناحه بقى فاهم. لا وفي النوع وفي التاني لو هو يعني معاه فلوس وتمام احنا ممكن نتجوز، يعني اتجوزي والله بينا، انا معاك يعني اساعدك مفيش مشاكل خالص اقف جنبك. فده اللي هو الاسلوب البنات اللي بتستخدمه، اللف اللي هو ايه، بابي جايب لي عريس وانت هتيجي امتى، اللي هو بتحفزه. اوكي وفي النوع التاني الزن بقى، انت هتتجوزني امتى، احنا نعرف بعض بقى لنا 3 4 ايام، انت مش عارفه ايه، انا بقى لي اسبوع اعرفك اهو لغايه دلوقتي هتتجوزني امتى. فدي نوع لو هما يعرفوا بعض. اوكي في النوع التاني اللي هما اتنين زمايل في الشغل، بتلمح له بقى. بتلمع لا مساء بس دي الخير. بتلمح له عن طريق الزمايل، يعني مثلا ممكن يبقى زمايلها في الشغل هم اللي يقولوا ده. عارفه دايما بيبقى في الشخص الوسيط اللي هو في الاخر الطرفين بيتخانقوا معاه. اللي هو ايه رايك في دودو، دودو حلو قوي بصراحه، ايه رايك فيها، والله انا بص شخصيتك بالظبط، وانت ايه رايك في حماده، تقعد حماده بقى هنا حلوه شويه قوي. وهنا شويه، وده اخر يعني ده اول شخص بيلبس، يعني ده اول شخص بيتخانق مع الطرفين دايما، يعني اول ما بيخلص اللي العلاقه هو تمام انت السبب، انت انت اللي قتلت السبب، بابايا هاتهولي ده. فدايما بيقع في مشاكل. بس كل ده تمام، انا كل اللي انت بتقوليه ده انا قبله. لكن انا بتكلم بقى اللي هو جواز تقليدي، اللي هو الصوره اللي هي ما شفناهاش طبعا، ان البنت تاخد باباها ومامتها ويروحوا للولد، والولد قاعد كده واللي هو موافق يا حبيبي لتشوفه صعبة. يا بابا. لا صعبة. دي ما حصل، دي عمرها ما هتحصل. ويدخل بقى حمادة يجيب الشربات من جوه أيوة. وبتاع. لا مش احنا، لا تخيل، مش احنا، تخيل يا خالد، انا عايزه انا اتخيلك، متخيلها. يعني انا عايزه بصي في اتخيلك، فيلم من الافلام المهمة جدا، اتخيلك والنبي. انا تخيل مستحيل، النبي، يعني انا اهو جايه يعني اتقدم، انت هيبقى شكلك عامل ازاي؟ انا هبقى مكسوف يعني محرج وكده، يعني الولد هيبقى مكسوف ومحرج وكده. ما هو بقى الصورة النمطية، ما احنا بنتكلم على الصورة النمطية. طب هتخش عليا بإيه بقى؟ يعني بصينية إيه بقى؟ الشربات، ما احنا بنتكلم بقى على الصورة النمطية. هو داخل بصينية الشربات وتجري على الأوضة جوه. برغم ان ما حدش بقى بيشرب شربات دلوقتي بالمناسبة، يعني الشربات ما يعني بقى قليل قوي ان حد بيشرب شربات، فكرة ميكي ان حد تشيك، بيشرب شربات دي ده في ما ميكي بقتش تشيك. موجودة. بس هو الشكل التقليدي ان هو بقى يشرب شربات، وبعدين هو عارف ان البنت هتبقى جاية علشان تتقدم، يعني هو عارف ده مسبقا ان هو يعني متفقين ان والبنت في جايه معاه بقى الشوكولاته بقى، ما يعني الشوكولاتة الحق بالظبط، اتقال بقى برضو، هي جايبه او الشوكولاته معاها. تورته او دستة جاتوه. لا شوكولاته، شوكولاته دايما شوكولاته صح. والورد، انا واجيب لا الورد. الورد ده جديد، الورد ده محدش يقول ده لك فعلا الورد، ما اليوم كده اللي كده الورد بيستناه كل بيموت. راجل. فده ايوه ده اليوم اللي بيستناه كل راجل، واول ما يسمع الكلمه طنط احنا معجبين جدا باخلاق حماده شايفينه مناسب جدا للجواز، واللي هو بس انا حاسين ان عندي هو هيصون حماده البيت. لو سمحتوا ما ينزلش يشتغل ولا يروح ولا يجي، انا اللي انزل لا اشتغل. بس التفاصيل دي بقى بعد ما يخلصوا. فاول ما تقول احنا طالبين ايد حماده، فحماده
لا هيجري على الاوضه عن اذنك يا ماما. ايوه. والام بقى معلش اصل حماده بيتكسف. بس ده مستحيل يعني، ده احنا بنقوله من باب الهزار، لكن ده تعالى بقى بجد مش ممكن، مش ممكن الراجل الشرقي يوصل للمرحله دي. اذا كان هم بره ما عندهمش ده، يعني عندهم ده بالشكل اللي دالي قالته من شويه، اللي هو اتنين مرتبطين ببعض، ممكن يكونوا حتى البنت هي اللي تبتدي بالاعجاب، يعني تقول له انا معجبه بيك وانا عايزه ان احنا يكون في بيننا بيت زوجيه كويس. لكن ان حد يتقدم لحد في البيت، بس في مثل يقول لك اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. اخطب لبنتي اللي هو برضو ابقى بختار لها الشخص الكويس. هو المثل ده الناس فهمها غلط. ازاي يعني بقى؟ بمعنى ايه؟ يعني انا اختار اتدخل في الاختيار. يعني مثلا انا عندي ولد زميلي في الشغل بيشتغل معايا تحتيه، قابلته في مكان، عارف اخلاقه، قريبي، فانا هبتدي ان انا اشوف ان هو لو معجب ببنتي او في علاقه ممكن تكون كويسه، لا ابتدي زي كده سك على بناتك. بالظبط، ابتدي ان انا اللي ابدا بالخطوه. ايوه يعني شفتي مثلا سك على بناتك، انا ابدا بالخطوه، لكن مش معنى كده ان انا هروح واخد بنتي واروح رايح بيها لغايه بيتهم. ماشي، مش لازم يروح بيها، بس ساعات الكونسبت، الفكره نفسها ان الاب او الام هي اللي تبتدي، ده موجود زي سك على بناتك. موجود. اللي هو عندك ناديه وبلاها ناديه وخليها سوسو. اللي هو طب سوسو مش عارف ايه بلاها كده، فاهم؟ وسامح، فاهم؟ يعني في مش لازم الصوره ان انت تروح البيت لغايه عنده. بالظبط بالظبط. بس موجود ان في ابهات وامهات اللي هو قاعدين في فرح. بس مش بيدلل. بتعرف تطبخ بصراحه. بس مش بيدلل على البنت، يعني مش اللي هو ايه خدها بقى، يعني مش مثلا فيلم الناظر، فاكره فيلم الناظر؟ لا ما بيقولهاش بالشكل المباشر. فاكره فيلم الناظر؟ لما كان راح علشان ياخد التصريح بتاع المدرسه، وراح قال له ادي امدوت يا سيدي، فيقول ادي امدوت يا سيدي، فساعتها قال له دي سوسو دي بتحبك والله، مش عارف ايه والله يعني دي. فكان ساعتها هو الراجل بيدلل على بنته، او يجيب حته كيكايه، دودو عامله الكيكه دي تجنن يا بص، قالت انا لازم اعملها لسامح مخصوص. طب احنا معانا التليفون الاشهر بقاله شويه في نهار جديد، معانا الحاج رجب من الاقصر. الحاج رجب، ازيك يا حاج رجب؟ صباح الفل عليك. ازيك يا استاذه داليا يا احسن اعلاميه؟ حبيبي يا عم رجب ازيك؟ والله العظيم احسن قناه، احسن برنامج، احسن فريق اعداد. ربنا يخليني على خلي بالك الفقره بتاعتكم دي بتجري في الوريد، بترجع الواحد 20 سنه شباب. طب الحمد لله. تعرف انا بكلمك وسني كام سنه؟ 56 سنه. ربنا يديك الصحه. انت شاب لسه يا عم رجب والله. ما انا بقول لك لما بسمعكم برجع لورا. طب ماشي، حسب ما تتخبط بس. قولك يا خالد. قول لي يا عم رجب. نهار جديد ابيض بخطين حمر. صح كده، عشان الاهلي والزمالك. هارد لك الاهلي والزمالك. لا وبرده ممكن يبقى نهار جديد احمر واحمر ومورد. ومورد زي بعض عشان خاطرك يا استاذه داليا. لا انا لا اهلاوي ولا زملكاوي. قول لنا بقى لو احنا تخيلنا كده المشهد اللي احنا قلناه من شويه، ان الولد هو اللي واقف في البيت او هو اللي موجود في البيت، والبنت جات له وخبطت لحد البيت وعايزه تطلب ايده. المشهد ده طبعا مستحيل ان هو يحصل في المجتمع الشرقي، بس احنا بنتخيل ان ده لو حصل، انت شايف ده هيبقى منطقي؟ ممكن يبقى بيقول لك لو جالك الموت خد الاول، ده انا هاخدها وهاخدها وهاخدها. والله يعني هي لو جت في البيت انت تمام؟ ده في حاجة تيجي للبيت برضه وتقول لها يا استاذ خالد. صح، في حاجة ده حد يجي لنا لحد البيت ونقول له لا. برضه يا استاذ خالد. صباح الخير. ده على الأقل مش هيبقى في نسبة طلاق، ولا هيبقى في أولاد شوارع، ولا هيبقى في أي حاجة. ماشي، بنشكر جدا الحاج رجب. صباح الفل عليك. هو قال ان مش هيبقى فيه نسبه طلاق، بس نسبه الطلاق مش متعلقه خالص بان الولد هو اللي تقدم للبنت او البنت هي اللي تقدمت للولد. هو عايز يقول لك ممكن تكون اختيار البنت ممكن ربما انضج من اختيار الولد، فالبنت لما تختار. طب ناخد هدى من اسكندريه. ممكن. صباح الفل عليك يا هدى. صباح الخير. صباح النور كل كاست البرنامج. صباح الفل عليك يا حبيبتي. برنامجكم حلو وبيدعو للتفاؤل، والواحد يبقى حاسس بالسعاده كده لما يلاقي مواضيع واشراق على الصبح، حقيقي يعني ابتسامه حلوه على الصبح. حبيبه قلبي ربنا يخليكي. اتفضلي. قولي لنا بقى انت رايك ايه؟ رايك ايه لو حصل فعلا المشهد اللي احنا قلناه من شويه، الدنيا اتقلبت كده، ان حضرتك تروحي تخطبي حد مثلا؟ لا هو شوفي، هي بتحصل دلوقتي، بتحصل فعلا بس بطريقه غير مباشره. بمعنى ان ممكن اتنين بيبقوا مستلطفين بعض
وبعدين البنت بتبقى عايزة تحركه شوية فتبتدي يعني تديله كده شوية محفزات علامات علامات كده يعني احنا علاقتنا هتستمر كده لامتى، احنا بقالنا سنة مع بعض مش انا جاي لي عريس زي ما داليا قالت مثلا انا جاي لي عريس لازم تاخد خطوة بقى او حتى من غير ما يجي لها ما انا جبت فستان الفرح وعايزة البسه قبل ما يديها تقول له طبعا يعني هنجوز امتى، اذا كناش هنجوز واحدة يا شباب دلوقتي كده هنستنى لامتى، الناس ابتدت اصحابنا ابتدوا يتكلموا علينا حاجات كده يعني ما هو كل ده مقبول يا مدام هدى، لكن تعالي بقى بنتكلم على النقطة ان انا اخد مامتي او يعني البنت تاخد مامتها او باباها ويروحوا لحد البيت هما اللي يتقدموا هما اللي يجيبوا دازة الجاتوه هما اللي يجيبوا الشوكولاتة يعني شايف حضرتك بعد التكنولوجيا ممكن ده يحصل بعد 50 سنة تكنولوجي؟ والله اللي انتوا بتقولوه ده اسمه طرفة او دعابة صح. انما يحصل بجد في الفعل دلوقتي يعني لا ما اعتقدش يحصل رغم ان احنا في تقدم اهو تطور الزمن والحاجات دي كلها لا ما اعتقدش لان لسه العادات والتقاليد موجودة زي ما هي يعني ممكن نكون متمدنين السفر اللبس الفسح كده العلم طبعا التعليم الحاجات دي انما الحاجات معينة لا ما لسه احنا ما وصلناش لسه ما بقيناش بالجرأة دي لا صح الا صحيح في الاخر يعني يعني ما بقيناش هي محتاجة جرأة واحنا لسه مش بالجرأة دي يعني مشكورة جدا صباحكم زي الورد صباح الفل شكرا يا مدام هدى. طب يعني هي قالت جملة مهمة جدا مهما التكنولوجي دخلت احنا في الاخر عندنا عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا هنفضل محافظين عليها مهما حصل يعني احنا ممكن ناخد الموضوع بهزار لكن تعالى على الجد مستحيل يعني وبعدين البنت عندها حتة اللي هو يجي لي لغاية عندي ده كان زمان بقى ليه؟ لا كان زمان دلوقتي خلاص امال هيروح فين؟ اذا ما كانش هيجي لغايه عندي هيروح فين؟ طيب احنا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده اتعمل في فيلم من افلام السينما واتخذوا الموضوع بشكل فانتازيا مش هتحصل على الواقع خالص فيلم هتولي راجل، هتولي راجل هو خلى ان الستات هي اللي بتفكر نفس تفكير الرجاله والرجاله بتفكر بشكل تفكير الستات، كان فيلم من الافلام اللي دخلت في الحته اللي خلينا نقول خرجوا عن النمط الشكل النمطي العادي للعريس والعروسة وعلاقة الراجل بالست فخلينا نشوف جزء من فيلم هتولي راجل ونرجع مرة تانية في نهار جديد ما تنسوش هاشتاج نهار جديد والفان بيج نهار جديد بالعربي وبالفرانكو عرب على فيسبوك استني شوية طيب خلاص شوية يعني ده في السينما لكن في الحقيقه مستحيل يعني الراجل هيقف ويرمي هو بوكيه الورد وياخد واللي يلحق وياخد البوكيه هو اللي هيحصله بعديه ده نهزر لكن ساعه الجد لا مستحيل مهما التكنولوجي عملت هتعمل ايه اكتر من كده وبعدين لو بنتكلم على الاحصائيات والارقام فالارقام بتقول ان نسبه المواليد من البنات هي اللي بتزيد عن نسبه المواليد عن الولاد فبالتالي هي البنات هي اللي موجودة بشكل أكبر يعني النسبة الأكبر فهل ده معناه أن ممكن في يوم من الأيام بما أن في بنات كتير فالبنت تبقى هي اللي بتدور على عريس مش العريس هو اللي بيدور ما هي على بنت بتدور على عريس في بنات بتدور على عريس فكره ان البنت بتدور على عريس موجوده ماشي ما احنا بقى مع التطور بقى ما احنا عاملين بقى كل شويه يعني انت تقصد ان توصل لمرحله ان هي تاخد باباها ومامتها وتروح خلاص بقى ما احنا هنوصل لجرأة بقى لان خلاص في عدد من البنات كبير جدا مقابل عدد من الولاد اصغر فالبنات دي عايزه تتجوز فممكن يبقى دلوقتي المرحله اللي احنا فيها اللي هو ما تيجي تتقدم انا جاي لي عريس يعني تحاول ان احنا زي ما قلنا العلامات اللي هي بتقولها له علشان خاطر يجي لها البيت لكن بعد كده ممكن مع تطور الوقت تبتدي هي اللي تروح له البيت مع تطور الوقت هو ينهار تجيب بابا لا يا بنات ما تتطوروش للدرجه دي لا خليه هو اللي يجي برضه لغايه عندك خليكي عزيزه كده عزيزه هي يجي عايز تمام مش عايز خلاص يعني انت فاهمه من تحت لتحت كده فاهمه اللي هو ايه كده فاهمه لكن سوسه يعني زقي وهو يجي كده لكن فكره ان انا استنى لغايه لما ان انا يعني اروح لها لحد البيت ده مستحيل لا دي صعبه مع زي كده اعتقد معظم التليفونات اتفقت على ناخد زكريا من القاهره زكريا يلا بينا زكريا زكريا صباح عليكم الفل السلام صباح الله الفل صباح الفل صباح الخير ازيك يا استاذ خالد الحمد لله بخير 100 100 والانسه الجميله اللي معاك دي صباح الخير صباح الفل على حضرتك صباح الفل عليك الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه ده موضوع مهم جدا جدا بس انتوا ناسين حاجه لمؤاخذه يعني في القران قصه سيدنا موسى واولاد سيدنا شعيب عندما سقى لهما فقالت لابيها
استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. مظبوط. فهي اللي خطبته، هي اللي راحت خطبته، خطبت سيدنا موسى لنفسها، بس خطبته مش بالمغزى، ببجاحة، بصراحة. فمش ما حصلش الكلام، لا الكلام ده من قديم الازل. بس القصه يعني مع شويه تعديل على كلام حضرتك، هو سيدنا شعيب هو اللي خطب لبنته، مش البنت هي اللي راحت خطب. هي البنت قالت لوالدها ايه؟ استاجره، ان خير من استاجرت القوي الامين. ما احنا متفقين ان في بنات وفي ابهات وفي امهات بيخطبوا لبناتهم زي ما احنا كده ذكرنا يعني كذا مثال، ولكن احنا بنتكلم على مشهد البيت. مشهد البيت في البيت، ما هو حتى لو اتفضل، حتى لو البنت، حتى لو البنت ارتبطت بواحد في الجامعه، في العمل، في البتاع، واحبته، فايه المشكله ان هي تتجوزه؟ ما فيهاش كسوف ولا اي حاجه. يعني حضرتك استاذ زكريا، هم عايزين يرتبطوا ترتبط، بس ما تقولوش بقى ان ايه، ان لو ما اتجوزتوش هسيب لكم البيت، هنتحر بقى والكلام ده، هموت نفسي يا بابا، لو ما اتجوزتوش هتجوزه عرفي. لا لا. طب يعني سؤال سريع، يعني حضرتك بتشجع فعلا ان ممكن البنت في يوم من الايام تاخد اهلها وتروح لحد بيت الولد علشان تطلب ايده؟ يعني ايه المانع؟ ايه المانع؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه. ماشي، بنشكرك جدا يا استاذ زكريا. صباح الفل عليك. صباح الفل. انت عارف قصه ان الاهل ان هم يروحوا البيت دي بيروحوا فعلا، بس تاني مقابله. ما لازم دي تبقى تاني مقابله. أيوة. يا اما اول مقابله بيتجمعوا في مكان عام للتعارف. لا، ما هو التقاليد والعرف بتقول ان لازم الولد هو اللي يروح للبنت في الاول، علشان بيبقى دخل بيتهم وشاف هم عايشين ازاي، البنت تربيتها عامله ازاي، وهكذا. وفي المقابل المقابله الثانيه بتكون الاهل البنت بيتعزموا عند اهل الولد. لا، امال اهل الولد هيجوا امتى؟ اهل الولد بيجوا يروحوا في الاول خالص. انت بتقول الولد الاول بيروح الاول لوحده؟ لا، مش لازم. يعني فكره لوحده دي بتبقى يعني على حسب كل يعني حاله. يعني ممكن يبقى الولد راح لوحده في الاول بيتكلم مع باباها بشكل مبدئي، يتفقوا على التفاصيل عشان مش هيتفقوا على تفاصيل ولا حاجه، ممكن يكون بس يعني بيجس المب ياخد بس الجاتو بس، وبعد كده يروح جايب اهله مره تانية. ممكن يبقى داخل الدخله الاولى مع بس اهله بس، ممكن اول دخل. على فكره في محافظات كتيره جدا وفي يعني عرف كتير جدا بيقول ان انا لا، اول مره اخد مامتي معايا بس، الام او حد، الخاله، الاخت الكبيره، الأخت عشان تكسر البندقه، اللي هو بس يعني ايه، بتجس النبض كده. وتاني مره بيروح واخد بقى الاب، بيروح واخد الخال، العم، اللي هو بقى يبتدي ان هم يروحوا يقعدوا القعده الرسميه اللي فيها بقى ان شاء الله قرايه الفاكهه بقى، الفاكهه دي اللي فيها الفاكهه، يعني اول اول مرحله، اول قعده الشاي والجاتوه والعصير. بس والله انا استغربت من كلام الاستاذ زكريا، يعني الاستاذ زكريا رايه ان عادي جدا ان ممكن في يوم من الايام ان البنت تروح علشان تخطب الولد. احنا ما عندناش مشاكل خالص 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 ان انت تخطب لبنتك، يعني عادي زي ما احنا قلنا في الاول مفيش مشاكل، بس ان انت هتاخد البنت وتروح تتقدم للولد واحتمال يبقى في رفض، لا يا بابا لا. ايوه. انسى. يعني احتمال ان هو يقولوا لا اصلا، احنا نسيب موضوع الرفض ده. لا طبعا لا، يعني انا اروح متفقين في الاول، لا يعني انا اروح ببنتي ولغايه هناك ويروح الراجل يقول لي معلش احنا ما عندناش ولاد للجواز. يلعب بعيد يا ابني. لا طبعا مش الكلام ده. عشان انت عندك بنوته، لكن لو انت عندك ولد ما ما ماشي. يعني انا لو حتى عندي ولد وجات له بنت لحد عنده علشان خاطر تخطبه، فاروح انا قايل لها لا ما عندناش ولاد للجواز، اطلعي بره، يلا اطلعي بره، ما فيهاش ولاد للجواز. لا ما ينفعش، في حاجات هجوزك ست ستها. الصح صح والغلط غلط، نتفق عليه. تعالوا نشوف كده لما سالنا الناس في الشارع، هل انت توافق ان ممكن بنت تتقدم للولد، عروسه تتقدم للعريس ولا لا؟ خلينا نشوف، نرجع مره ثانيه. اتجوزني يا اخويا. لو واحده جت طلبت ايدك للجواز هتقول لها ايه؟ تقول لها لا. بس يجي يا جدع. اعتقد اوافق، لان هيبقى ده حضرتك انها دليل على حبها ليا. هرفض طبعا، ما انا معرفش ظروفها ايه، لازم ادرس ظروفها الاول. لو واحده طلبت ايدك للجواز هتقول لها ايه؟ شكرا. شكرا شكرا جدا. لو انا مش متجوز وشايفها هي ست كويسه او بنت كويسه محترمه وكده، ومن اللي الواحد بيفكر فيهم
ايه المانع؟ هقبل. لازم انا اشوف هي مين ووضع ايه، تفكر ازاي، طريقه اسلوبها في الحياه عامل ازاي كده يعني. اكيد مش هقول لها موافق يعني على طول يعني. هو المفروض الاصل ان الست هي اللي تطلب ايد الراجل، لكن احنا في المجتمع الشرقي بتاعنا في مصر هنا في البلاد العربيه الراجل هو اللي بيروح للست. انا شخصيا لو طلب مني حاجه زي كده اقول لا بصراحه. طبعا هرفض عشان راجل سعيد يعني. اشوف الاول كويسه ولا يعني، اهم حاجه اكون بنت حلال واكون محترمه واكون متربيه. بنت حنين قوي يا اخويا. كيف حنين يعني؟ تتجوزني يا اخويا. تفتكر ممكن تقول لك ايه وهي بتطلب ايدك للجواز؟ لا اكيد بقى طبعا في الاول هتقعد تتكلم على ان هي في اعجاب، على ان هي تصرفاتي عجباها، تيجي تقول والله انا شايفه فيك الاب، شايفه فيك الاخ، شايفه فيك الحبيب، فتبدا من هنا وبعد كده الكلام بيجيب بعضيه ونتفق مع بعضينا ونطلع على المأذون ونروح. اتجوزني بقى. هتقول لي ايه الطاقيه دي بس عشان اشوف شعرك عامل ازاي يعني. تتغزل فيها ازاي يعني؟ هتقول لي شعرك ولا حواجبك معاك؟ هتقول لي هتتغزل فيها، هتقول لي ايه؟ وبعدين ده منظر حد تتغزل فيه؟ هتقول لي مثلا لو انا نجار، يا لوحي يا حبايبي كده يعني. انت مش انسانه طبيعيه، تبقى انسانه مجنونه بقى، كريزي كريزي وومن. هو ده للاسف النظره اللي ممكن الرجاله تشوفها في البنت اللي هتبقى جايه تتقدم لهم. يعني في جمله مهمه جدا في واحد من المواطنين قالها، قال لك ما انا ما اعرفش ظروفها ايه. يعني ليه جايه لي؟ احنا دايما عندنا نظريه المؤامره، يعني انت ليه جايه لغايه عندي وبتاع؟ اه ظروفها لغايه عندي. اه فلا، في حاجه غلط. انت عايزه حاجه يعني؟ انت عايزه ايه؟ طب اعرف فلوسه في، هي عندها ظروف معينه بتخليها بتدور على عريس بسرعه، في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوط. ففكره ان بنت جايه لك بسرعه كده تقول لك انا معجبه بيك وعايزه اتجوزك، مش احنا كمجتمع شرقي كمان مش هنستوعبها، مش هناخد بالنا من الموضوع ده. بس ده موجود من زمان يا خالد برضو يعني. مثلا افلام زمان كانت بترصد ده يعني، مثلا فيلم بحث عن فضيحه اللي هو بتاع عادل امام وميرفت امين وسمير صبري. طبعا. ريكو لما كان بيقول له يا انكل لو سمحت انا عايز اشوف حنان هتتجوزني ولا لا عشان خطابي كتير عايزين يشبكوني ومامي لسه ما ادتش كلمه. يعني انت شفت اللقطه دي؟ ايوه طبعا. لما وكان في نفس الفيلم ده على فكره اللي هي بتاعت عريس يا ماي يطخوا بس ما تعوروش يا بوي. طخوا بس ما تعوروش. وفي ابن حميد شفت لي؟ ايوه. شفت المشهد اللي هو بيقول له تشاهد ولا هتتجوزها؟ راح بص لها سمير صبري قال له لا هتشاهد. وابن حميد وابن حميد المشهد الشهير زينات صدقي لما كانت مع اسماعيل ياسين علشان خاطر بتحاول توقعه، واللي هو شرف البنت زي عود الكبريت، لما عبد الفتاح القصري كان واقف بره قالت له ميد وما ده ميد. فده كان برضه من المشاهد اللي بتقول ان ممكن ان البنت تبقى هي اللي بتبدي الاعجاب. في مسرحيه رايا وسكينه، بس هي كانت عايزه منه حاجه، مسرحية عين عبعال. اه لا عين عبعال بتحاول. الفنانه شاديه كانت عرضت على الفنان عبد المنعم المدبولي ان هو يتجوزها في المسرحيه، وبرضه سهير البابلي فنانتنا سهير البابلي مع احمد بديل، بس ده كانوا عايزين مصلحه يعني. هي خدت عبد العال او عايزه عبد العال على زور خاطر يشيل الميتين احمد. واحمد بدير علشان خاطر يسطر. اه عبد العال، انا اسف، عبد العال هو الفنان احمد بدير، وحسب الله هو ايوه. لا عبد ايه شادية فاكر يا حسب الله. ريا اتجوزت حسب الله. ريا اتجوزت حسب الله اللي هي الفنانه شاديه وفنانة الجميل عبد المنعم مدبولي. اه وسهير البابلي فنانتنا الجميله ربنا يديها طول العمر مع احمد بدير ربنا يديه طول العمر. بالظبط كده، هو اتجوزت عبعال. اي نعم. لما الاسامي اتلخبطت يعني. لا وبعدين كمان المشهد بتاع ريكو، بس ده في مشهد بتاع لما بيقول هي بتقول له انت كسبت في مسابقه الرقص، تخيلي ان خدت المركز الثاني، فراح قال له يبقى بعد يوسف وهبه. لما راح قال له روح بعد كده المسابقه وانت لابس الميني جيب. نو يا انكل انا مش لابس ميني جيب، انا لابس شوميز بالدونتال. انت شفت المشهد؟ لا بس كان ريكو عنده مشكله. ولوسي لوسي. اه طبعا لوسي 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 ده موضوع. بس لوسي كان هو شاب كيوت لكن ما كانش بيدور على عروسه، بالعكس ده كانت كل البنات بتحبه. ده كان هو ما هو ده بقصه ان البنات هي راحت تتجوزه. اه ما هي لوسي كل البنات بتحبه جدا. طيب دي كلها عبد المنعم ابراهيم احبك عشان اموت في هواك.
طيب يعني ده كان سريعا كده تخيل مننا ممكن يحصل ايه لو حصل ان الراجل هو اللي بقى قاعد في بيت اهله وجاله الست لحد عنده علشان خاطر تخطبه، لكن ده مستحيل 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 مع عاداتنا الشرقيه، ممكن يحصل بشكل او باخر ان انت تبدي الاعجاب في البدايه، لكن على ارض الواقع ان انا بقى اروح لحد البيت او البنت تروح للولد لحد البيت ده شيء مستحيل. كمان شويه صغيرين هيكون معاك يحدث في مصر وهنكمل فقرات نهار جديد، مهم جدا هاشتاج نهار جديد والفان بيج اللي بتبعتوا لنا عليها نهار جديد بالعربي وبالفرانكو راب. صباح الفل، ده اللي هترجع لكم كمان شويه وهرجع لكم بعد ده اللي على طول.